المحبة الصادقة لنجم قادم من دولة عظيمة، قادم من سوريا، سوريا الكرامة. هناك من يحمي البندقية، وهناك من يحمي القلم، وهناك من يحمي الريشة، وهناك من يحمي الآلة الموسيقية. هل تستطيعين أن ترمي منظومة أخلاقية اجتماعية ضمانة الحرب؟ كيف نستطيع أن نتخلص من حالة اصطفاف محمومة وأصبحنا أسرى؟ أول شيء تحية لموقع التاج الإخباري على ما عرفت عنه. ما أنا ما أعرف.